في فقرة برأيك اليوم زميلنا مبارك الكويكبي سأل الناس ما هو المركز الأول اللي حصلت عليه. خلونا نسمع أجوبة الناس ونرجع نعلق. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رأيك. سألنا في قول رأيك اليوم إيش الشيء اللي أنت ماخذ فيه المركز الأول؟ الأكل، ذوقك في اللبس، قيادة السيارة. خلنا نشوف مع بعض اليوم رز الجبات. أخذت المركز الأول في شكل دايم مصيف. اي اكيد. ما قد زارت معك والله الاكل مثلا؟ في الاكل لا. في الطلعات؟ في الطلعات اي. الافلام؟ والافلام امورك تمام؟ اي الحمد لله. باقي الامور وصيف؟ اي. في الصف وعلى كافضل الحارس في الفصل وفي المدرسه بشكل عام، اخذت مراكز اولى اماكن كثير. كم معدلك؟ معدل درجات خاص فيك هو شوف يعني قرنسي سم هو يعني ما شاء الله شكل الدافور واضح بس تقريبا كم المعدل؟ فوق كم يعني؟ فوق مره والله حاليا انا واخذ المركز الاول في شغلي ما شاء الله. ايه الحمد لله. ايش المجال؟ انا شغال في اللوجيستكس. اوكي. ايه انا مدير مبيعات وسنتين على التوالي انا واخذ بيست ليدر نمبر 1. يس حبيبي اعمل كذا شو. اوكي ما اخذ المركز الاول بس ان شاء الله ناخذه بالسكيت. في اي شيء في الحياه، الافلام، الاكل؟ انا في الاكل. الاكل ما يحتاج مركز الاول على طول. يعني ذوقك كويس في الاكل؟ اجل كيف. عطنا افضل طبق لك بدون ذكر اسم المطعم. افضل طبق لي الباستا اكيد. والمكونات اللي عليها، اللون، دجاج، ما يفرق ما يفرق ما يفرق اللون، اهم شيء باستا. اهم شيء باستا. سياره السيارات وش طيب افضل سياره لك؟ دوج شارجر. 8 ولا 6؟ 8 اكيد. ايش اللون؟ عنابي. والله اخذت المركز الاول في دراسه الماجستير، يعني دراسه القانون الماجستير، وكنت الاول على الدفعه يعني. هذا يعني اخر ما يحضرني بس ان شاء الله ما ينتهي الاول. لا ما شاء الله مركز اول بجدار. اي لا ان شاء الله المراحل الاول وهذول ان شاء الله من الاوائل باذن الله. باذن الله. طال عمرك انا المركز الاول في اكل المفطحات المفطيح. نعم صحيح. كم ياخذ معك دقيقه؟ شفت المفطح طال عمرك انسى كل شيء في الحياه، اركز بس في ضلعه. المنافس الاول ابو مرداع؟ لا ابو مرداع فوقي ما اقدر انافسه الصراحه. اكيد النوم. مالك منافس؟ لا مره ما في منافس. بس اقرب اسم لك من؟ اقرب شخص منافس لك في النوم؟ خالتي. يلا ودي اوجه لك السؤال. انا من وجدت على هذا العالم انا دائما المركز الاول. اكيد طبعا وانا اشهد. احب امي لي المركز الاول، انا اسفه لكم يا اخواني. شغلي انا المركز الاول، دراستي دائما اطلع من الاوائل، كل شيء بكل شيء كنترول. انا اسفه حتى لو مو عاجبكم ذا الكلام، هذا الحقيقه يعني. انا ادري الحقيقه توجع. وانت يا ندى؟ انا اخر مره حصلت فيها المركز الاول هو قبل فتره، شاركت في برنامج لاحد القنوات، كنت المركز الاول على مستوى الرياض في التقديم التلفزيوني. ما شاء الله. هذا الشيء اللي انا احبه ويعني اسعى فيه. بس الدراسه صراحه ما كنت مره شاطره في الدراسه، ما كنت المركز الاول. يمكن بس اللي شديت حيلي فيها هي الثانوي لاخر شيء عرفتي، فهنا كنت مره شاده حيلي. فبس رغم ذلك ما حصلت على المركز الاول، لكن الحمد لله عدينا بنسبه عاليه الحمد لله في الدراسه. يعني قلت لك متاكزود في الشغل دائما الحمد لله اني اخذ. ترى انا امزح، ترى انا امزح، ما في حياتي شفت رقم واحد هذا. انا والله اني اتكلم صدق اني ما في حياتي. بالعكس انت مؤثره. هي بس ما لها دخل التاثير. لا المركز الاول واضح. سؤال مبارك رقم واحد، انت وش اخذتي في حياتك؟ انا ممكن زي ما قلت لك هذا التقديم فيه اخذت المركز الاول. على مستوى الرياض انا لا، هذا رقم واحد انا ما قد شفته قسما بالله. طب هو يقول بالاكل، بالنوم، بالاشياء اللي احنا نمارسها في حياتنا الطبيعيه. ما في مركز اول. انا احب الوسطيه دائما. انا انسانه احب الوسطيه. مشاهدينا بعد الفاصل الموهبه الصاعده منى حسن تطرب استوديو روتانا سيدتي.